الشيخ مصطفى السيد مصطفى من إيران، مرحبا بك سيد. سلمكم الله إن شاء الله. يا سيد، يعني ماذا استفادت الأمة من غيبة الإمام المهدي 1200 عام؟ تفضل أعد. ماذا استفادت الأمة من غيبة الإمام المهدي 1200 عام؟ استفادة. طب ما هي مهمة الإمام المهدي في عصر الغيبة؟ الآن أنا معذور في الجواب. أها، الله المستعان. طيب ما هي الناس ترجع إلى من في عصر الغيبة؟ إلى العلماء. إذن أنت تنقض بهذا استدلال، استدلالكم بحديث كتاب الله وعترتي، لأن إذا رجعنا إلى العلماء إذن أين العترة؟ فلا يصلح التمسك بالعترة، لأننا الآن لا يوجد عترة فنرجع إلى العلماء. نعم، نسأل الله، بما أنك تائه هكذا نسأل الله أن يهديك إلى مذهب أهل السنة. قل أمين. إن شاء الله. إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. آمين.